السلام عليكم. موجة أخرى من وباء الكوليرا تجتاح البلاد التي تعرضت للانقلاب والاجتياح، ومن لم يمت بالحرب مات بالكوليرا في اليمن التي سميت بالسعيدة، فيما تعيش المأساة بكامل فصولها. الجهل والجوع والمرض الثلاثية التي تلوح في الأفق اليمني الراهن هي ذاتها، مع استبدال مرض الطاعون الملازم للإمامة في نسختها القديمة بالكوليرا الملازم للإمامة في نسختها الراهنة. استعراض الحالة الصحية وإحصائية الإصابة والخارطة الجغرافية لانتشار الوباء تحوي أرقاما مفزعة بحسب أرقام الوفيات التي بدأت بالتصاعد في بعض المدن الكبرى والمدن المتوسطة من صنعاء إلى الضالع إلى يريم التي شهدت جميعها تسجيل حالات وفاة. التحذيرات الأممية من مخاطر تفشي هذا الوباء مستمرة كالعادة، دونما إطلاق نداء للإغاثة ودونما إسناد صحي أمام هذه الجائحة التي تتفاقم فيما يعيش المجتمع بنظام صحي متهاون لا يمتلك الحد الأدنى من التحصينات الطبية. الإجراءات والخطط للعلاج والوقاية لا تلوح في الأفق، والجهات المعنية من الحكومة والمنظمات العاملة في هذا المجال تكتفي بالفرجة ومتابعة الأخبار، وفزع الأهالي هو الحاضر الأبرز على الدوام. اليمن بلد يعيش الحرب في زمن الكوليرا ويعاني من الانقلاب وشلل في مراكز التطبيب والمستشفيات، فيما تبدو ممكنات الحلول والعوائق ضئيلة باستثناء بعض التوعية الإعلامية والجهود التوعية لبعض الأطباء. مشاهدين الكرام، حول الكوليرا في زمن الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. وكأن الحرب وحدها لا تكفي، الكوليرا مجددا تحصد أرواح اليمنيين وتضاعف مأساتهم في صنعاء والحديدة وعمران والضالع وغيرها من المناطق التي شهدت أكثر من 21 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، توفي منها 103 حالات بحسب منظمة الصحة العالمية. الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بالتحذير من انتشاره، مؤكدة أن الحرب كان لها الأثر الكبير في تفشي الوباء، لا سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. منظمة اليونيسيف قالت إنها قامت بعلاج أكثر من 2000 حالة، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها زودت 570 حالة بالعلاج اللازم. يؤكد مختصون أن تكدس أكوام القمامة وانتشارها في شوارع صنعاء أدى إلى انتشار وباء الكوليرا بين المواطنين، بالإضافة لما تسببت به الظروف الجانبية للحرب والتي ألجأت الناس للمياه والأطعمة الملوثة. استمرار إضراب عمال النظافة سيؤدي إلى تفاقم انتشار الأوبئة في ظل استخفاف الانقلابيين بحياة المواطنين واستمرار تراكم أكوام القمامة في جميع الأحياء السكنية. عشرات آلاف الأرواح باتت رهن وباء بدائي يمكن أن تتفاداه السلطات لإنقاذ أرواح الأبرياء، فيما موجة الانتقاد حملت المسؤولية المشتركة للسلطات على الأرض والمنظمات الدولية المتخصصة، فيما يذهب آخرون إلى أن جدية هذه المنظمات مرهونة بالتعامل مع هذه الكارثة التي تشهدها اليمن، خصوصا عقب الإعلان عن تعهدات جنيف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية تجاه اليمن. يعيش اليمنيون على كف ضمائر المسؤولين، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تبدو أشد خطرا أمام تدهور مستوى الخدمات الطبية وتساهل سلطات الانقلاب واستخفافها بأرواح الناس. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا بداية الأستاذ محمد الأسعدي الناطق الرسمي لليونيسف في اليمن من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عزيزتي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية يعني عودة موجة الكوليرا من جديد، ما الذي تشكله من مخاطر وفق تقديرات منظمة اليونيسف؟ حقيقة هذه الموجة تعود وهي بشكل أكثر براوة من الموجة السابقة التي حدثت في أواخر العام الماضي وتم بشكل كبير احتوائها، لكن في هذه الفترة يأتي والناس قد أنهكت كل سبل التأقلم والتعايش مع الأزمة، استنفذت كل إمكانيات التكيف وأيضا كل إمكانيات التعايش، بحيث باتوا عرضة لكثير من المخاطر والأمراض. الآن تعتبر موسميا هذا موسم الكوليرا، موسم الإسهالات المائية الحادة، خصوصا مع هطول الأمطار وانتشار رقعة المستنقعات المائية وتعرض كثير من المياه إلى الاحتقان وبجرثومة الكوليرا. الناس فعلا سلكوا مسالك صعبة، ربما غيروا طريقة استخدامهم للمياه المحسنة، المياه الصالحة للشرب، ولقوا لأساليب تجعلهم عرضة لهذه المخاطر. هناك مشاكل في الصرف الصحي، هناك مشاكل في تكدس القمامة، هناك مشكلات كثيرة جدا، عدم قدرة الأهالي، عدم قدرة أهالي المرضى
أن يسعفوا مرضاهم إلى المرافق الصحية التي يمكن أن تقدم لهم العلاج والإسعافات الأولية، يجعل من هذا الوباء وهذه الموجة الحديثة التي رصدت يوم 27 أبريل يجعلها أكثر ضراوة. نعم. هناك بحسب إحصائيات الرسمية أكثر من 39 حالة مؤكدة بالإصابة بالكوليرا، 6 حالات توفيت منها. أما حالات الإسهالات المائية الحادة التي قد لم تؤكد مخبريا أنها حالة كوليرا تجاوزت 2100 حالة، والأرقام بالزيادة، خصوصا أن مراكز الترصد الوبائي في الجمهورية اليمنية في مختلف المحافظات تعمل بإمكانيات ضيقة، لكن للمحاولة للاستجابة للوضع القائم. نعم، بالأمس أطلقت منظمة اليونيسف يعني خطة لتدخل مواجهة الكوليرا، ما هي طبيعة تلك الخطة؟ حقيقة أطلقت مباشرة بعد إعلان حالة الوباء. لدينا كان مخزون علاجي من المحاليل اللازمة لمواجهة الإسهالات المائية الحادة وقرابة 7 طن، قدمت للمستشفيات أمانة العاصمة ومستشفيات المحافظة، باعتبار أن صنعاء ومحافظة أمانة العاصمة المدينة ومحافظة صنعاء من أكثر المحافظات التي رصدت فيها حالات الوباء. أيضا هناك مخزون علاجي لا بأس به في بعض المحافظات الذي يتم الآن نقل بين المحافظات كثير من هذا المخزون، بحيث يتم الاستجابة الطارئة للحالات التي تصل تباعا إلى المرافق الصحية. هناك طلبنا أكثر من حوالي 70 طن من الإمدادات العاجلة التي ستصل ربما مطلع الشهر القادم، على أمل أن لا يتم يعني تتم الأمور بشكل سريع خصوصا في الموانئ المختلفة. نعم. هناك أيضا استجابة من منظمة الصحة العالمية، من بعض الشركاء والسلطات الصحية. أيضا نعمل في الجانب الوقائي عزيزتي، هو مسألة تعقيم المياه. حتى الآن تم تعقيم عشرات الآبار، تم تعقيم الوايتات خزانات نقل المياه إلى المنازل، تم تعقيم المنازل وخزانات البيوت، وأيضا حتى الدبب الماء والأواني التي يتم حفظ الماء فيها واستبدالها بأواني جديدة في المناطق المتضررة جدا من هذه من هذا الوباء، خصوصا في صنعاء مثلا وفي الضالع وفي مناطق حجة وفي إب أيضا. أستاذ محمد، يعني لما هذه المناطق لما هذه المناطق أكثر عرضة يعني لهذا الوباء؟ يعني هناك مناطق بعينها ومناطق خالية تماما، لماذا؟ لا تستطيع أن تقولي خالية تماما، لا تستطيع أن هنا ربما الإمكانات الفحص، إمكانات القدرة لأنك تفحص وتتحقق أكبر من الإمكانات في المناطق الأخرى. نعم. ربما يموت ناس في البيوت وفي منازلهم لا يتم رصدهم في المرافق الصحية، ولا تستطيع السلطات الصحية ولا تستطيع بالإمكانات الحالية أن تصل لكل المديريات وكل القرى وكل المحافظات بنفس الكفاءة ربما اللي تعمل فيها في أمانة العاصمة أو المدن الرئيسية. نعم. المشكلة مشكلة قدرات النظام الصحي في اليمن محدودة، مع ظل الدعم الذي يقدم من المنظمات الدولية الذي يبقى النظام قائم، لا ثقة تماما، لا توجد رواتب العوامل الصحيين. أكثر من 54 مرفق صحي في البلاد مغلق بأسباب عدم قدرة الوزارة أو السلطات الصحية على دفع النفقات التشغيلية لهذه المرافق الصحية، حتى بما في ذلك حتى أدوات النظافة في المرافق الصحية، حتى توفير الماء النقي في المرافق الصحية. بمعنى أن هناك تحدي كبير جدا أمام النظام الصحي، يجعل من الاستجابة الطارئة لمثل هذا الوباء أمرا معقدا وشائكا. نعم. هناك جدية، هناك تعامل كبير، تعامل مسؤول من قبل السلطات الصحية، من قبل المؤسسات المياه وخصوصا وحدة طوارئ المياه التي أطلقت فرق بالعشرات لم يكن بالمئات في مختلف المحافظات التي شهدت حالات كوليرا لكلورة المياه وتنقية مصادر المياه، وأيضا بث الوعي والتثقيف الصحي وإيصال الرسائل المنقذة للحياة، إلى جانب توزيع حقائب النظافة اللي تمكن المواطنين من ممارسة النظافة بشكل أفضل بحيث يتم تجنب والوقاية من هذه الأمراض. إذا نحن نعمل بمسارين، المسار العلاجي والمسار الوقائي، وأفضل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء المواطنين الذين أنهكتهم الحرب لأكثر من عامين هو السلام والتوصل لاتفاق يجعل من توصل لاتفاق سلام يجعل من هذه الأوبئة والأمراض تنحسر، لأننا سنتفرغ كثيرا مع الأنظمة القائمة لمعالجة الإشكالات الكبيرة التي تواجه البلد. لكن أن تبني في النهار ويهدم الأمر في الليل يجعل من أمر العمل كأنك تحرث في البحر. الاحتياجات الإنسانية متراكمة مهولة، كنا نقول قبل هذه الأوبئة أن تقريبا يموت طفل كل 10 دقائق. نعم. بمعنى 6 أطفال في الساعة الواحدة، بمعنى رقم كبير كل يوم، والحساب يحسب. هذه
مشكلة حقيقية جدا، ينبغي أن تتحمل أطراف الصراع مسؤولية الوضع القائم إنسانيا، والتوصل لاتفاق يحفظ المدنيين ويحفظ اليمنيين حقهم في الحياة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأسعدي الناطق الرسمي لليونسيف، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وينضم إلينا أيضا الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة من الرياض. مساء الخير دكتور عبد الله. أهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور عبد الله، يعني كيف تتابعون أنتم في وزارة الصحة هذه الموجة الجديدة من الكوليرا والتي تشهدها البلاد، ما هي خطتكم؟ بداية أشكر لكم مجددا اهتمامكم في الوضع الصحي في البلاد بشكل عام وبالأوضاع الأوضاع الصحية بشكل خاص والوضع العام بشكل عام. نحن نتابع في الوزارة هذه الموجة الجديدة من الإبلاغ عن حالات الإسهالات المائية الحادة والتي تشكل خطرا حقيقيا على صحة وحياة الناس، والتي نتوقع بأن السبب فيها وباء الكوليرا، أو يجب أن نتعامل معها على هذا الأساس حتى يثبت العكس. نعم. كي نقوم بالاحتياطات اللازمة لإنقاذ حياة مواطنينا من المصابين بهذه الحالات. ونقول بأن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة العامة والسكان كما اتبعتها في المرحلة الماضية في الشهور الماضية عندما ظهرت هذه الجائحة الصحية في المحافظات الوسط والجنوب من بلادنا الحبيبة، كانت ترتكز على شقين، وقائي وعلاجي. نعم. بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الصحية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظمات العاملة في المجال الصحي. نعم أستاذ، يعني وفق التقديرات الأولية حالات الإصابة في ازدياد وفي ارتفاع ملحوظ، هل الأمر مطروح على طاولة الحكومة الشرعية؟ ما هي الخطوات العملية يعني التي قمتم بها إلى حد الآن؟ يعني كان معنا الأستاذ محمد الأسعدي من اليونيسف، حدثنا عن يعني أعداد من طن بالنسبة للمحلولات الروائية، يعني هناك خطط معينة قامت بها اليونيسف، ماذا قدمتم أنتم؟ نحن نتواصل مع هذه المنظمات. نعم. التي تعنى بتوفير مثل هذه المتطلبات، وكما قلت أن منظمة الصحة العالمية تأتي على رأس هذه المنظمات ثم اليونيسف وغيرها. نعم. نحن من خلال رصدنا للحالات نجد أن الانتشار الملحوظ في المحافظات الشمالية والوسطى من البلاد أكثر منها في المحافظات الجنوبية والشرقية. نعم. وهذه موجة جديدة كما أسلفت، لأن الموجة السابقة كانت تؤثر على المحافظات الجنوبية وبعض المناطق المحافظات الوسطى، أما في هذه الموجة فنجد بأن المحافظات الشمالية ومنها أمانة العاصمة والتي تحتل الرقم واحد في الإحصائيات المتوفرة لدينا، ما يعني لأن الأوضاع الصحية المتربية والتي تسببت بها هذه الحرب المشؤومة والمفروضة على شعبنا سيكون لها مآلات صحية كارثية. نعم. على مختلف مناطق البلاد وعلى مختلف شرائح أبناء شعبنا أينما وجدوا. لذلك نقول بأننا ينبغي أن نكثف جهودنا سواء عبر التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية أو عبر قيام فرقنا ذات الاختصاص في القيام بواجباتها في المحافظات الموضوعة حاليا. وإذا سمحتي لي أختي الكريمة أعطيك بس يعني أمثلة عن إحصائيات يعني وصلت إلينا بسرعة. نعم. إن شاء الله. نجد مثلا أن أمانة العاصمة اليوم، إحصائيات اليوم من 7 قصدي يوم أمس حتى يوم أمس 7 حتى 7/5 كانت إحصائيات يوم 7/5 125 حالة اشتباه في أمانة العاصمة، منها 22 حالة مؤكدة بالفحص المخبري وحالتي إبلاغ عن وفاة. محافظة صنعاء تأتي بالدرجة الثانية 75 حالة اشتباه و6 حالات مؤكدة و4 حالات وفيات.
محافظة حجة تأتي بالمركز المرتبة الثالثة 46 حالة اشتباه، 5 حالات مؤكدة وحالة واحدة إبلاغ عن وفاة. محافظة البيضاء 14 حالة اشتباه، ولا نعلم بالضبط ما إذا كانت هناك حالات مؤكدة لعدم وجود المختبر القادر على التعامل مع هذه الحالات وبحكم الظروف القائمة، ولا يوجد أيضا إبلاغ عن حالة وفاة حتى الآن. نعم. المحويت 24 حالة اشتباه وتسع حالات مؤكدة، والحمد لله لا توجد حالة وفيات. عمران أو إبلاغ عن حالة وفيات. محافظة عمران 80 حالة اشتباه، 3 حالات مؤكدة و3 حالات وفيات. إب 19 حالة مشتبه بها، 8 حالات مؤكدة ولا توجد إبلاغ عن حالة وفاة. دمار 18 حالة، 12 حالة مؤكدة ولا توجد حالة إبلاغ عن وفيات. الحديدة 13 حالة اشتباه، وليس لدينا معلومات بعد ما إذا كانت تأكدت هذه الحالات أم لا من الحديدة، ولا توجد أيضا إبلاغ عن حالة وفاة. تعز 9 حالات، وكما تعلمون في الماضي كانت تعز تعتبر الأولى رقم واحد. نعم. وهذا يعني بأن هناك انحسار في بعض المحافظات و ظهور هذا الوباء. نعم، لكن اسمح لي دكتور، يعني نعم هذه الإحصاءات التي لديكم، وأنتم قلت لي أنكم شركاء مع كثير من المنظمات الدولية في مسألة مكافحة الكوليريا، ولكن الناس يتسألون عن اسم وزارة الصحة منفردا، لم يقم بأي حملة باسمه، يعني هل أطلقتم نداء استغاثة مثلا، نداء عاجل لبعض المنظمات؟ ما هو يعني خصوصا الأمم المتحدة، مركز الملك سلمان، خاصة أنت تقول أن بعض المحافظات تفتقر حتى على مستوى المعامل التي تحدد هل هذه حالة اشتباه أم حالة كوليرا حقيقية؟ طبعا نحن في تواصل مستمر، ولم نجد الآن بأن الأوضاع تستدعي إطلاق نداء استغاثة، رغم أن الأخوة في مكتب الصحة في محافظة الجوف قبل أيام قليلة أطلقوا نداء استغاثة عندما وصلتهم حالة إبلاغ عن حالات كوليرا مؤكدة، 4 حالات فقط. لكن نحن بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية نحن جاهدين من خلال تحريك فرق الاستجابة السريعة للطوارئ وفرق الترصد الوبائي، والقيام بالمهام والأعمال أو الإجراءات الوقائية التي تكفل منع انتشار هذا الوباء ومنع إصابة المواطنين الذين لم يصابوا بعد بهذا الوباء. فمن الإجراءات الوقائية التي تمت خلال الفترة الماضية وكانت عملية مستمرة وأدت إلى انحسار في كثير من المحافظات التي أبلغ عنها في الماضي، مثل كلورة المياه والعمل على تحسين كفاءة وأداء يعني منظومة الصرف الصحي، وأيضا التوعية والتثقيف الصحيين عبر وسائل الإعلام المتاحة للحكومة، والحث على النظافة الشخصية والبيئية لأبناء شعبنا. هذا كله مجتمع. أيضا الإجراءات العلاجية عبر توفير المحاليل الوريدية الضرورية اللازمة لتعويض السوائل المفقودة من المصابين سواء بالإسهالات أو بالكوليرا، وإعطاء الأدوية الضرورية اللازمة لمواجهة وباء الكوليرا إذا ما تأكدت الحالة، وكنا نعطيها أحيانا في إطار الاشتباه حتى لا نفاجأ بزيادة حالات الوفيات لا سمح الله نتيجة الكوليرا، وهو علاج متوفر وعملت منظمة الصحة العالمية على توفيره لوزارة الصحة العامة والسكان التي قامت عبر فرقها وفرق منظمة الصحة العالمية واليونيسف بتوفيرها وتوزيعها على المناطق المتأثرة بانتشار هذا الوباء، وهو علاج الدوكسيسايكلين، وهو علاج رخيص الثمن والحمد لله ومتوفر بسهولة، ويمكن إنقاذ حياة الكثير من أبناء شعبنا بهذه الإجراءات الوقائية والعلاجية على حد سواء. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وننتقل إلى الدكتور مياز عبد الرحمن اليوسفي، مدير عام مكتب الصحة في الجوف. مساء الخير دكتور مياز. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور، ونود أن نسمع منك عن الحالات التي سجلت في محافظة الجوف وأسبابها. لليوم 8 حالات، طبعا كان يوم الجمعة الماضية 4 حالات، خلال الثلاث الأيام الماضية ارتفع بحسب الترصد الوبائي إلى 8 حالات مؤكدة و12 حالة مشبوهة.
السبب طبعا هو تلوث المياه بشكل رئيسي وعدم استخدام المنظفات او سوء استخدام القيادات البيئيه. نعم، اين تركزت هذه الحالات وفق ما تم رصده الدكتور؟ طبعا تركزت بشكل كبير في اماكن النازحين في محافظه الحزم العاصمه. نعم. وفي مديريه الزاهر الحالات المشبوهه، وخاصه في لانه المحافظه اكثر من 450 الف نازح وفي مخيمات نازحين كثيره، فبسبب الامطار الذي حصل في المحافظه انتشر الوباء بسبب هذه الامطار الغزيره اللي نزلت في الاسبوع الماضي. نعم دكتور، يعني ما هي خطتكم لمكافحة الكوليرا في المحافظة وما مدى تلقيكم لدعم حكومي أو منظمات خارجية؟ لكن غير من الصحة من عدن قمنا بإنشاء غرفة عزل خاصة في مستشفى الجوف العام مكونة من 4 أسرة، لكن لا تكفي لأن الحالات أكثر من بكثير من الوجود من الامكانيات الموجوده، فقمنا بعمل غرفه عزل خاصه في حاله الكوليرا واتخاذ الاجراءات اللازمه بالامكانات البسيطه المحدوده لدينا ومتوفره في المكتب. نعم، هل لديكم اي دعم من منظمات دوليه او دعم حكومي؟ الى الان لم يصلنا شيء غير الذي هو من وزاره الصحه من عدن، من خزنة الجمهوريه من الدكتوره سعاد الميسري اعطتنا بعض الاشياء للاسهال، وايضا اسره خاصه في الى حدود 8 أسرة خاصه في مرضى الكوليرا. نعم، هل تواصلتم مع الجهات المعنيه سواء في الحكومه او مع المنظمات الدوليه ايضا اليونيسف، منظمه الصحه العالميه وغيره؟ نعم، تواصلنا مع الاستاذ الدكتور الوزير الدكتور عبد الله دحان. نعم. ووعدنا بان الاغاثه ستصل الينا في القريب العاجل، وايضا تواصلنا مع منظمه الصحه العالميه وان شاء الله ستصلنا الاسبوع القادم بعض المستلزمات الخاصه في الكوليرا، وايضا اليونيسف وعدت بعمل مركز خاص في المستشفى لحاله الاسهال بشكل عام وخاصه للاطفال. نعم، إذا دكتور يعني حدثني في البداية أن السبب الرئيسي هو عدم استخدام المنظفات وأيضا المياه، ما مدى التوعية الإعلامية التي قمتم بها للأهالي خاصة في تكدس أماكن يعني في الأماكن التي يتكدس فيها النازحون؟ قدمنا منشورات بسيطة خاصة في الإذاعة المحلية للمحافظة وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك الواتساب كيف استخدامات الترشيد في المياه. نعم. وايضا غسل اليدات قبل وبعد الاكل واخذ الماء النظيف من اماكن محدده دون اخذها من الاماكن المبوءه، وعزل الحالات الذي المشبوهه خاصه التي تبدا فيها الاعراض في الاسهال. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور مياز عبد الرحمن اليوسفي مدير عام مكتب الصحه في الجوف، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود اليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وينضم معنا لمتابعة الحلقة الخاصة بالكوليرا في زمن الانقلاب ينضم معنا الدكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مأرب. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساء النور، أهلا وسهلا بك أختي الكريمة والأخوة المشاهدين الفضلاء. أهلا بك دكتور، وبداية ما هي أسباب انتشار الكوليرا في مأرب؟ هل بحثتم عن هذه الأسباب؟ بداية أنا أحييك وأحيي قناة بلقيس على اهتمامهم بهذا الموضوع الهام. حقيقة نحن بحمد الله عز وجل في محافظة مأرب لم نسجل أي حادث كوليرا إلى الآن. كان هناك حالة اشتباه تم التحقق منها بأنها عبارة عن سهال عرضي طبيعي وتماثلت الشفاء بفضل الله عز وجل. إلى الآن لم نسجل أي حادث كوليرا، لكن هناك إجراءات بدأنا اتخاذها للوقاية. نعم. وحماية المواطنين في المحافظة من هذا الوباء، كونه منتشر في بعض المحافظات المجاورة. في محافظة الجوف ظهرت لهم 9 حالات، في محافظة البيضاء رداع بالذات كانت فيها بلاغ ب5 حالات، ومحافظة صنعاء كذلك التي بلغت عدد الحالات إلى ما يقارب 125 حالة. نعم، يعني ما هي هذه الإجراءات التي قمتم بها يعني خشية انتشار الكوليرا؟ كان في مجلس المكتب التنفيذي الدوري للمحافظه
تم طرح من قبلنا في المجلس حول أهمية أن تتخذ السلطة المحلية إجراءات بكل الإدارات المعنية، وشكلت لجنة من الإدارات المعنية في من التحسين والنظافة، صندوق التحسين والنظافة ومكتب الأشغال العامة ومكتب البيئة، مكتب المياه والصرف الصحي، وكذلك مكتب الزراعة ومكتب الأوقاف والإرشاد ومكتب التربية. هذه المكاتب جميعها مع مكتب العمل كان مهمتها كل واحد كل مكتب يقوم بمهامه في التفتيش على مصادر الأغذية في مثل المطاعم والباعة المجولين والمواد الغذائية المنتشرة في السوق، بحيث أنه تكون هناك وقاية من هذا الجانب. من جانب آخر المياه الشرب والمياه المخشوفة والصرف الصحي يتم الاحتياط وأخذ الاحتياطات اللازمة كتعقيم المياه وتطعيمها بالكلور المياه الصالحة للشرب، وأيضا تغطية أو الحد من انتشار المياه المخشوفة، إضافة إلى حملة واسعة من في جانب التثقيف الصحي ستشارك فيها إذاعة مأرب. نعم. إضافة إلى القنوات القنوات الإعلامية الموجودة في المحافظة، إضافة إلى نزول إلى المدارس والتي هي الآن في وضع اختبارات لكن سيتم نزول فرق تثقيفية إليها. فرق تثقيفية سوف تنزل إلى مكان التجمعات وأماكن النازحين والأماكن التي قد تكون معرضة لهذا الوباء لا قدر الله. أنتم في مأرب يعني تعدون مركز قوي ومهم للسلطة، حدثنا الدكتور عبد الله دحان عن وجود حالات في الجوف والبيضاء، وتحدث معنا أيضا مدير مكتب الصحة بالجوف يعني قلة الإمكانيات التي لديهم، هل هناك خطة للتعاون مع المحافظات المجاورة بحكم يعني قوة السلطة لديكم؟ بفضل الله عز وجل نحن في لقاء مستمر مع الاخوه في صحه الجوف، والتقينا كذلك بالاخوه في صحه البيضاء، وكان ذلك اللقاء برعايه الدكتور علي الوليدي وكيل محافظه وكيل وزاره الصحه للرعايه الصحيه الاوليه، وكان هذا في يعني حين ظهرت حالات اول حالات الكوليرا في الجوف. تم فيها تدارس الوضع على انه تظل اي حاله يشتبه فيها تظل في وضع حجر صحي، وتجرى لها إجراءات صحية بعيدا عن تنقل من محافظة إلى أخرى حتى نستطيع حصر، أو حتى التنقل من مستشفى إلى أخرى حتى نستطيع حصر الحالات في أماكن محددة. والتنسيق مستمر لله الحمد، وإحنا على تواصل مستمر سواء مع قيادة الوزارة ممثلة بالدكتور ناصر باعوم أو الأخوة في مدراء المكاتب المجاورة. نعم دكتور، يعني هل لديكم أي تواصل بالمنظمات الدولية لأخذ الاحتياطات لهذا المرض، خاصة يعني والحمد لله إلى الآن لم تسجل أي حالة، ولكن فيما لا سمح الله وتم تسجيل أي حالة، هل لديكم احتياطاتكم يعني الصحية في هذا الجانب؟ تم بحمد الله عز وجل تواصل مع كل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، كذلك مع قيادة الوزارة المحلية ممثلة بالإمداد الدوائي، وكلهم أبدوا استعدادهم للتعاون الكامل في هذا الجانب، ونحن منتظرين شحنة أدوية ومن السوائل الوريدية والأشغال الأدوية التي سوف تساعدنا في الحد من هذا. شحنة أدوية سوف تصلنا إن شاء الله تعالى من العاصمة المملكة عدن، وكذلك يعني أبدت كل الجهات استعدادها في هذا الجانب. لدينا أكثر من إجراء في أخذ الحيطة والحذر، قمنا برفع الجاهزية في المستشفيات وحددنا 4 مستشفيات لاستقبال الحالات لا قدر الله حال ظهورها، بحيث تظل الأمر أو المرض محصور في هذا النطاق إن ظهرت، وإن شاء الله تعالى لا يكون ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز الشدادي، كنت معنا مدير عام مكتب الصحة في محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل للدكتور محمد علي عبد الله مدير عام مكتب الصحة بالضالع من هناك عبر الهاتف أيضا. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. نود أن تحدثنا عن حالات الإصابة بالكوليرا في الضالع. شكرا جزيلا على تسليط الضوء بما يخص الوباء في محافظة الضالع. سجلت أول حالات في المحافظة طبعا بعد الوباء السابق اللي انحصر في يناير في تاريخ 23 أبريل من مديرية طعطبة معزوب عامر، وكانت هذه الحالات هي من فئة المهمشين، من ضمنها كانت حالة من ضمن الحالات اللي هي من اللاجئين الأثيوبيين.
بعدها توسعت الحالات عندنا في منطقة أخرى في إطار مديرية قعطبة وهي صبيرة، ثم توسعت الحالات ارتبطت في مديرية الضالع، مديرية الحسين، في مختلف المناطق، حيث بلغت الحالات في خلال من تاريخ 23 إلى يومنا هذا 120 حالة موزعة على مختلف المناطق، منها حالة وفاة. أخذت من هذه الحالات 38 حالة فحص سريع، كانت 19 حالة إيجابية. أخذت برضو عينات الفحص الزراعي 5 عينات، وكانت 3 عينات إيجابية. نعم، ماذا الاستعدادات الطبية الذي لديكم؟ هل المعامل متوفرة؟ أيضا المحاليل اللازمة لمكافحة الجفاف الذي تسببه الكوليرا، أيضا العلاجات الوقائية، هل لديكم كل ذلك؟ نعم، لدينا كميات لكن غير كافية. طبعا كان لدينا مخزون متبقي من الوباء السابق، نعم، مجهزينه لأي طوارئ، وعندما ظهرت الحالات المرة حاليا تم تجهيز فريق الطوارئ والاستجابة السريعة ونزول إلى المناطق التقصي وفتح 2 محاجر صحية في مديرية، واحد في مديرية قعطبة في مستشفى السلام، والآخر في مستشفى النصر مديرية الضالع. ومن خلال هذه المحاجر تم ترتيب الفرقة الطبية وتم توفير بعض المحاليل والعلاجات الأساسية بالنسبة لمواجهة الحالات. نعم، ما مدى نعم تفضل. بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم التنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي ومياه الريف وبعض المناطق في إطار المناطق والمجتمع المدني وأصحاب الإعلام، على أساس أن كل جهة تقوم بدورها، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار المحافظة في إطار المناطق اللي توجد فيها الحالات، بمساعدتنا في نشر التوعية وطرق الوقاية من الوباء. نعم. الجانب الآخر اللي هو التواصل مع وزارة الصحة بإبلاغها بالوباء والوضع الصحي، وكذلك منظمة الصحة العالمية، والتي بادرت منظمة الصحة العالمية بتوفير بعض التجهيزات الخاصة في المحاجر وتوفير المحاليل والأدوية الأساسية لمواجهة الحالات. نعم، ما مدى الإسناد الصحي بالنسبة الإسناد الحكومي عفوا بالنسبة لكم في السلطة المحلية، سواء التوعوي، سواء الإمداد بكل ما تحتاجونه من مواد وقائية وعلاجية؟ طبعا في المحافظة للأسف لا يوجد معنا أي شيء، إنما بالجانب التنسيق القطاعي والعمل المشترك هذا موجود، لكن جانب مادي لا يوجد مع المحافظة أي موازنات تشغيلية حتى الآن لجميع القطاعات. إذا ما مدى تواصلكم بالحكومة؟ هل هناك يعني وعود بدعمكم طالما أنه لا يوجد لديكم أي ميزانية لمكافحة هذا الوباء؟ طبعا التنسيق مع الوزارة، وفي نفس الوقت التنسيق مع المنظمات الدولية من ضمنها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وجود منظمة أطباء بلا حدود كان لها دور فاعل في عملية البدء معنا في مواجهة هذا الوباء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد علي عبد الله، كنت معنا من الضالع، ويعني أنت مدير عام مكتب الصحة، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. انضم معنا أيضا الدكتور جمال عبد المغني وهو طبيب في صنعاء. مساء الخير دكتور جمال. مساء الخير. أهلا بك دكتور جمال. يعني للأسف مدينة صنعاء المحافظة والأمانة أيضا من المدن الكبرى التي يعني ربما نسبة عالية لتفشي الوباء فيها، ما هي الأسباب بالتفصيل لو سمحت؟ بالنسبة لوباء الكوليرا في عمان في العاصمة، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة قد بلغت 154 حالة حتى الخميس الماضي. نعم، ونتوقع أن يكون العدد قد تضاعف خلال هذا الأسبوع. حالة الوفاة 25 حالة، والحالة التي تعافت وخرجت بشكل كامل 94 حالة، وبقت 64 حالة دخلت في مضاعفة الكوليرا وما تزال في المستشفيات. نعم. ما هي الأسباب دكتور؟ بالنسبة للأسباب التي اجتاحت أمانة العاصمة هي ندرة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأمطار الحالية التي هطلت على أمانة العاصمة، مع تراكم القمامة في جميع شوارع العاصمة وقلة الوعي الصحي والنظافة الشخصية. نعم،
إذا يعني الحالات التي تم رصدها حتى الآن وهذه الأرقام التي ذكرتها، هل تعد الآن يعني ظاهرة واسعة أو يعني نستطيع أن نقول انتشر الوباء أم ما زال الأمر يمكن السيطرة عليه؟ طبعا بداية فاشية الكوليرا هي بدأت في أكتوبر 2016 والذي يظهر أنه لم يتم السيطرة عليه وإنما يتفاقم من شهر إلى آخر. أما إذا كنتم تقصدون تحديد في فاشية الكوليرا الحالية فهي كما قلت لكم توفت حتى يوم الخميس 154 حالة والعدد يتضاعف في كل أسبوع. نعم إذا يعني تقول بأن العدد يتضاعف، ما هي الإجراءات الوقائية التي يفترض أن تتبع في ظل يعني أسباب لا يمكن السيطرة عليها، تكدس يعني مثلا نزول الأمطار، المياه الملوثة، كيف يمكن السيطرة على الوباء بهذا الشكل؟ كان يمكن السيطرة على الوباء بإنشاء مراكز متخصصة وعزل المصابين، غير ان الذي يحدث هو تراكم المصابين في المستشفيات الحكوميه الرئيسيه. نعم. وهي مستشفى الثوره العامه والمستشفى الجمهوري. هل تعتقد ان هذه المراكز الصحيه في صنعاء وفي الامانه مؤهله صحيا للسيطره على الوباء؟ في الحقيقه هي ليست مؤهله تاهيلا كاملا فيما عدا المراكز الصحيه المستحدثه حاليا والتي من ضمنها مركز آزال. نعم، إذا يعني ما مدى نشاط المنظمات الدولية في هذا الجانب خاصة يعني وربما ما زالت تعمل بشكل أفضل من غيرها في المناطق من ناحية التوعية، من ناحية يعني انتشار المراكز الصحية، من ناحية أيضا وجود مخزون من المحاليل الطبية للعلاج؟ الحقيقة في أمانة العاصمة لم نجد أي دور لأي منظمات دولية، وإنما كل الجهود هي ذاتية على الأطباء وعلى وزارة الصحة وعلى المستشفيات. لكن يعني كان معنا الدكتور محمد الأسعد يتحدث كثيرا عن يعني ماذا قدمت منظمة اليونيسيف، هناك أيضا منظمة أطباء بلا حدود التي قدمت الكثير ربما في العاصمة والمحافظات المجاورة. إن كنتم تقصدون على من ناحية المديريات المحاطة بأمانة العاصمة فنعم. نعم. قدموا لهم المحاليل اللازمة، غير أننا نتكلم عن أمانة العاصمة كل الجهود ما زالت على وزارة الصحة ومستشفيات الواقعة فيها. نعم، إذا الدكتور يعني لو تلخص لنا أهم الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الأفراد في المنازل للوقاية من هذا المرض، وكيف يمكن أن يفهموا أن هذا الشخص لديه اشتباه بحالة كوليرا؟ بالنسبة إلى الإجراءات، هل تقصدين الإجراءات الوقائية أم ما هي الأعراض التي تظهر على المريض؟ نبدأ بالإجراءات الوقائية يعني حتى يستفيد الإخوة المشاهدين. بالنسبة لأعراض الكوليرا هو إسهال مائي شديد ومفاجئ والقيء المتكرر والعطش الشديد وجراحات اللسان والحلق، كثر ما تظهر تقلصات مؤلمة في عضلات البطن والأطراف والإحساس بالوهن الشديد، وهذا هو أهم عرض الحقيقة، الوهن الشديد والدوخة، أيضا زغلة بالنظر. نعم. بالنسبة للإجراءات الوقائية، نعم، الإجراءات الوقائية هي كما ذكرت المحافظة على النظافة العامة، غسل اليدين بالماء والصابون، غسل اليدين جيدا قبل تحضير الطعام، تجنب تناول الغذاء من مصادر غير موثوق بنظافتها كالباعة المتجولين والأغذية المكشوفة، ايضا غسل الفواكه والخضار غسل جيدا، وتجنب اكل السمك غير المطبوخ وشرب المياه النظيفه المعقمه او المغليه. نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد المغني وأنت طبيب في صنعاء. يعني ربما ألخص مشاهدينا الكرام لأهمية الموضوع، ما هي الإجراءات الوقائية التي يجب على كل أسرة أن تهتم بها؟ غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده وقبل تحضير الطعام أيضا، عدم أكل المواد المكشوفة أو من الباعة المتجولين، الاهتمام بنظافة المياه، يعني ونحن نعلم أن هناك أزمة في مسألة المياه، على الأقل تعقيم المواد التي يعني تستخدم فيها هذه المياه، محاولة معرفة هل هذه حالة كوليرا من خلال كما تفضل الدكتور يعني حالة إسهالات مائية، قيء، وهن شديد، ومحاولة إسعاف المريض إلى أقرب مركز صحي. هناك
هناك أيضا علاجات كما تحدث معنا يعني أكثر من دكتور أنها رخيصة ومتوفرة يمكن أخذها للاحتياط كعلاجات وقائية. نسأل الله السلامة لكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن يعم الأمن والأمان في بلادنا. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.